طيب, طيب. نروح بقى الخبر حاجه ايجابيه بقى شويه حاجه ايجابيه. الخبر الحقيقه الايجابي اللي معانا النهارده وعايزين نبدا بيه هو كانت طبعا النهارده كان في مراسم قرعه بطوله الدوري الممتاز للموسم الجديد اللي هيبدا ان شاء الله يوم 11 الشهر الجاي. ويمكن القرعه ديت افرزت عن مواجهه الاهلي لنظيره مصر المقاصه في اول جوله في المسابقه ان شاء الله. كمان مباراه القمه بين الاهلي والزمالك هتكون في الجوله الرابعه. فكده يعني النهارده يمكن القرعه ديت حضرها مندوبي الانديه كانوا كلهم حاضرين, وهم يمكن لما اتسالوا عن مقترح انه تقام البطوله من دور واحد لا كلهم رفضوا وتمسكوا ان هي تقام بنظامها المعلن على دورين, لان يمكن في أندية بتتظلم, في أندية ما بتلعبش كويس في الدور الأول. طبعا أكيد فطبعاً بيكون الدوري مستقر من الدور الثاني بيبقى شكله أفضل كتير على المستوى الاحترافي, بيديلهم فرصة يعني. فخلينا نروح نشوف التقرير ده عن قرعة بطولة الدوري الممتاز. كاميرا البيت الكبير كانت متواجدة, هنروح نشوف ونرجع لحضراتكم في البيت الكبير. السوبر المفروض يوم 10, سوبر افريقي اللي اللجنه الخماسيه بعتت للاتحاد الافريقي تحديد يوم 10 السوبر الافريقي, وان شاء الله نبدا الدوري يوم 11 ان شاء الله. حصل اجتماع مع اللجنه الخماسيه قبل انا ما اجي, يعني كان ده من اسبوعين او اكتر, وتم استعراض الموقف ان يلعبوا دوري من دور واحد بعديه تصفيات على المراكز الاربعه وعلى الهبوط. الانديه رفضت وقالت لا نلعب دوري من دورين, وبالتالي اللجنه الخماسيه قالت لهم يبقى بالتالي هنلعب الماتشات الاخيره بدون لاعبي المنتخب الاولمبي. وكل أغلبية الحاضرين وافقوا, يعني ما كانش في اعتذارات تذكر, فبالتالي الأغلبية العظمى يعني وافقت. الحمد لله القرعة كويسة, الحمد لله البداية يعني تقدر نقول عليها هادية. عندنا إنبي أول لقاء, إنبي طلائع مصري أول ثلاث لقاءات, يعني الحمد لله بداية هادية نقدر نقيم أوضاعنا فيها كويس إن شاء الله, مش تقيلة يعني. احنا كنا السنة اللي فاتت بنواجه الأهلي في الأسبوع الأول من الدوري, فالسنه دي في الاسبوع ال 11 طبعا يعني النادي الاهلي نادي عريق, ونتمنى له كل التوفيق في البطوله الافريقيه. ويعني بتبقى لقاءات شيقه ومثمره ما بين النادي الاهلي ونادي سموحه. بالنسبه للقرعه ما فيش حاجه اسمها قرعه سهله وقرعه صعبه, احنا طبعا غزل المحله بتاريخه العريق. طبعا الاهلي زي ما ذكروا النهارده ان شاء الله الكباتن وقالوا ان هو خد الدوري ذكر المحله, صحيح احنا خدناه مره واحده بس احنا اتذكرنا في ال 72 سنه ان احنا برضو بتاريخنا برضو ان احنا موجودين في تاريخ الكره المصريه. يمكن تعليقا على التقرير دوت, يعني خطوه للامام, خطوه للشكل الاحترافي اللي بنتمناه. اولا ظهور اللوجو الخاص بالدوري المصري ده كان شيء مهم جدا. في بعض الانتقادات على شكل اللوجو, لكن دي خطوه مهمه, خطوه احترافيه يعني تضاف الى اللجنه الخماسيه بصراحه. الشكل العام اللي خرجت بيه القرعه على شكل منظم, شكل بشكل جيد جدا, وزي ما بنقول يعني دايما نتطلع للافضل. وجود لوجو لل منتج اسمه الدوري المصري ده مهم جدا على طبعا التسويق والماركتنج للدوري المصري, ان شاء الله تكون خطوه. في بعض الانتقادات على اللوجو شويه, لكن انا شايف انه يعني لوجو كويس, يعني ممكن كان دخل فيه بس على مصر اشاره للدوري المصري, لكن هو خطوه زي ما بقول على التجربه الاحترافيه الكبيره وتقييم الدوري المصري والفاليو بتاع الدوري المصري ان شاء الله, وتسويقه يكون على اعلى مستوى ان شاء الله بدايه من الموسم اللي جاي. طبعا اكيد بنتمنى التوفيق طبعا لنادينا النادي الكبير نادي الاهلي صاحب الانجاز الكبير والبطولات الكبيره على المستوى المحلي, انه يحافظ ان شاء الله باذن الله على اللقب المفضل للجماهير. وكمان نتمنى ان شاء الله يكون في يعني دوري منتظم بشكل هادي, يكون الاجواء افضل من السنه اللي فاتت, كان دوري صعب قوي السنه اللي فاتت. ان شاء الله باذن الله يكون في تواجد جماهيري وان شاء الله باعداد قليله, لكن اكيد النادي الاهلي اكيد بيبص اكيد للبطوله الافريقيه اولا, وان شاء الله بعديها كاس مصر, عشان ان شاء الله البطوله المفضله ليه كمان بطوله الدوري, وتبقى ال 43 والعدد يزيد والبطولات تزيد باذن الله.